تواصل أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعها استجابة إلى هبوط أسعار الذهب في السوق العالمية، وعلى الرغم من انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية إلا أنها تعاني من الركود وضعف القوة الشرائية، وذلك بسبب تراجع مداخيل المواطنين وأوضاع الاقتصاد المتردي في البلاد. شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاضا حاد هو الأول منذ 10 أعوام، تجاوبا مع الاضطرابات التي يعيشها المعدن النفيس في الأسواق العالمية، والتي تسببت في انخفاض أسعاره في الأسواق اليمنية من 12,000 ريال إلى 7,000 ريال، ليفقد 5,000 ريال من قيمته الشرائية في أقل من عامين. كما انخفض سعر جنيه الذهب من 90,000 ريال قبل عامين إلى 57,000 ريال، ليفقد 32,000 ريال من سعره السابق. هو بالنسبة للانخفاض هو انخفض إلى أدنى مستوياته في الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، بس بدأ الآن أو من أمس معادن بالصعود يعني. أما بالنسبة لتأثيره على السوق في انخفاض حتى على مستوى القدرة الشرائية لدى المواطن. وعلى الرغم من انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية لأنها تعاني من الركود وضعف القوة الشرائية بسبب تراجع مداخل المواطنين جراء الأزمة التي تمر بها البلاد. المفترض لما ينزل الذهب يكون فيه إقبال، لكن عندنا هنا العكس، بينزل الذهب شوية. هو أول شيء بسبب وضع الناس، وضع الناس المادي أصبح يعني سيء جدا جدا، ما فيش مع الناس فلوس، المقاولات، أي أشغال في البلد هي واقفة، هي بتأثر علينا. مراقبون اقتصاديون توقعوا بأن يواصل سعر الذهب تراجعه إلى أدنى مستوياته مع انخفاض سعره في السوق العالمية. ندى فريد، اليمن اليوم، صنعاء.